استخراج اشتراكات المترو للطلاب 24 سبتمبر الجاري. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات من مختلف المراحل التعليمية بالخطوط الثلاثة اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري، مع البدء في طرح استمارة الاشتراكات للطلبة بداية من بعد غد الجمعة الموافق بجميع مكاتب صرف التذاكر. وأوضحت الشركة أنه سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من أول أكتوبر المقبل ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك حتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات بالكامل. وأضافت أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الاشتراكات، مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول وذلك لأبناء العاملين فقط. قرار جديد من وزارة التضامن بشأن الأبحاث الاجتماعية لطلاب التعليم العام والفني. أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي خطاباً رسمياً بشأن الأبحاث الاجتماعية لطلاب التعليم العام والفني بالعام الدراسي الجديد. وقالت الوزارة إن الأبحاث الاجتماعية ستجرى لطلاب التعليم العام والفني بالوحدات الاجتماعية وفق حالتين: أولاً بشأن الحالات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ثانياً بشأن الحالات غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية. ويتم عمل الأبحاث الاجتماعية من خلال الباحث الاجتماعي بالمدرسة دون الرجوع للشؤون الاجتماعية.